وماذا قصد النائب وائل أبو فعور بقوله ما بين الصقي منكم والأشخوب؟ قدركم يا جوقة القاق أن تبقى رؤوسكم تحت الرمل، وقدر وليد جملاط أن يبقى علو الصقير. عندما يخاطبك أحدهم بلغة آدمية، آدمية بمعنى الإنسان الآدمي يعني بني آدم، ترد عليه بلغة من صنع بني آدم. ولكن عندما يكون الخطاب غير آدمي، تصور خطاب كليلة ودمنة يعني يناسب أكثر. الصقي هو صوت العقرب أو الأفعى، والأشخوب هو صوت الببغة، لأنه اللي ردوا على وليد جنبلاط صنفين، صنف من أصوات الصقي وصنف من أصوات الأشخوب، اللي ما عرفنا شو خصهم هن طلعوا ردوا على وليد جنبلاط إلا لأنه عندهم عقدة الببغة. الخطاب المتدني ما إجا من جانبنا، الخطاب المتدني إجا من الطرف الآخر، اللي للأسف بأنه عند كل اختلاف سياسي بنرجع بننبش قبور، بنرجع بنطعم بالمصالحة، بنرجع بنذكر بالحرب. قديه السعودية لها دخل بموضوع هجومكم على العهد؟ ما لها علاقة السعودية، وبتصور يعرف القاصي والداني أنه عواطفنا سابقة لزيارتنا للسعودية، وأنه مواقفنا من ما تسمينه العهد سابقة. أول شيء، شو يعني عهد؟ دستورياً في شيء اسمه عهد؟ سياسياً في شيء اسمه عهد؟ في رئيس جمهورية وفي ولاية رئيس جمهورية، بس كمان تصوير كأنه العهد هو كيان دستوري قائم بحد ذاته، كمان هذا أمر غير مقبول. في رئيس جمهورية، كل الاحترام والتقدير لشخصه ولصلاحياته، وفي حكومة، السلطة بالحكومة مش عند رئيس الجمهورية.